السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. اليوم راح نتواجد وياكم بحلقه استثنائيه لوقفه احتجاجيه للكوادر التدريسيه والتعليميه الذين طالما يتعرضون لهجمات بين الحين والاخر من عوائل الطلبه وما شابه ذلك. اليوم راح نشوفهم ونسمع ايضا ارائهم ونسمع الامور اللي تواجههم في عملهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا بكم الجميع ان شاء الله. الله يستر عليكم. بدايه خليني اعرف اليوم انه انتم اليوم تواجدتوا هنا لغرض شنو؟ من لغرض احنا الرساله اللي تبون توصلوها. الرساله اللي نوصلها انه العالم يعرف المعلم وقيمه المعلم، لان مع الاسف هاي الفتره الاخيره ماكو اي اعتراف لقيمه المعلم، وهذا جرى هواي اشياء. احنا دائما فكرتنا انه نقول الغرب والاجانب يردون ينفذون مشروع، هذا المشروع ما يتنفذ اذا ما ينتشر الجهل. زين، اول طريق للجهل هو خراب المدرسه وخراب التعليم. تهميش المعلمين والمدرسين؟ بالضبط. زين. مو بس تهميش، انه تكون جرأة، يعني شخص يجي اعتداء ويتجرأ، وكانما احنا وانا على رايي عندي قدسيه المدرسه افضل من قدسيه المسجد. جيد. لان المسجد يجي رجل يصلي ويطلع. صح. بينما المدرسه لا، المدرسه قاعد تخرج جيل واعي، هذا الجيل باكر عقبه يصير وزير، باكر عقبه يصير مسؤول. فاحنا نريد بهاي الوقفه تكررت الاعتداءات عليكم عليا هواي، من نقدر نحكي؟ على المنظمه التعليميه، على المعلم، على يعني ما تقدر هسه تحكي لك وي طالب. احنا بالعصر ايش صارت؟ ايش صارت؟ والله زين، يعني لحد البارحه يجينا شخص يقول لي ليش ضاربين طالب؟ احنا ما ضاربين المعلم، ما ضاربوا، مجرد قال هذا الشخص يعني عابر له. لا ولي امر. ولي امر. زين. انا واحد من الناس سالته قلت له هو ابنك بياصف؟ قال لي والله ما ادري. والله ما ادري. جاي تسال عليه؟ وما يجي يعني ما يسال على السلوك ولا يسال على يجي ليش ضربته؟ ليش ضربته؟ احنا مهما كان احنا من نضربه او ولو احنا يعني قليل من نضربه، احنا نريد نقومه. نريد نعلمه، يعني هسه ماكو ابن ما انضرب من ابوه. استاذ ولا وقاطع كلامك، احنا سابقا بذاك الوقت اكيد انضربت بالعوده، انضربت بالصوت. هو اللي بنى هذا الجيل. انا كذلك همي هذا اللي بنى الجيل. بكره عند الطالب. لا ولا حقا عليه. بس عليه. احنا الديمقراطيه اللي مع الاسف ما افتهمناها، من اول بايع برنا لاخر بايع، المفروض بالتدريج. الشيء الاول اللي لازم نعرفه هو حقوق الانسان. احنا ما نعرف حقوق الانسان شنو. جهل بعد. جهل. لا، حقوق الانسان انه مو انا اريد حقه واعتدي على حق الغير. زين. يعني الحادثه اللي صارت قبل يومين او ثلاثه اللي هو على الاستاذ محمد. محمد؟ اي، يعني شخص يتهجم على مدرسه ويتهجم عليها بالرصاص. بندقيه. بندقيه. هاي الحادثه صارت اللي بمدينه الصدر. 73. زين. ووراها يعني وراها بساعه بعد ما يجون القوات الامنيه ويجون الوفد من التربيه. يجي يهدد المدير. بيد الرشاشه وعلى دراجه. والجهات الامنيه وين هنا؟ الجهات الامنيه ما قصرت. هسه الدقه العشائريه صارت اربع ارهاب، هاي شو يسموها؟ لا هو المفروض هذا غير، انا الاوبيدي مو قانوني حاسب المفروض. انا الاوبيدي هذا اعاقبه بنفس المكان اللي سوى بهاي الحادثه، على مود يكون عبره للباقين. وللعلم هاي مو اول مره، هو نفس هذا الشخص او اخوه اجى اعتدى قبل اربع سنوات او خمس سنوات هم على نفس المدرسه وهم رمى. اذا الطفل او الطالب شاف ولي امره هيك يتصرف، شلون راح مثلا يتعلم؟ راح يتجرأ ازيد وازيدين، وراح يتعلم انه عدم الاحترام، ويتعلم عليه. واحنا مع الاسف احنا العشائريه صارت عندنا اهم من الدين. العشائريه اهم من المبادئ اللي العشائريه والحزبيه. اي يعني طفل صف ثالث يتعاركون بيناتهم، هاي يعني عندي مو انه من الخيال. طفل صف ثالث يقول له والله اجيب لك عمامي اذا ما بينات عمامي. اي بالمناسبه استاذ عباس مدير مدرسه، يعني استاذ عباس مدير مدرسه. احنا مشرفي تربيه الرصافه الثالثه دوره السلام والبناء، حضورنا اليوم اسناد هو لاخوتنا وزملائنا المعلمين، ورفضا للتجاوزات اللي حدثت يعني مع الاسف في اكثر محافظه من محافظاتنا، سابقا بالناصريه ومختلف الكوادر. نعم. سواء مشرفين. نعم. او معلمين او مدرسين. نعم. مدراء مدارس. فوقفتنا اليوم هي رفض اساتذه الجامعه يجوز هم نفس اي نعم اي نعم فهو اليوم تجاوزنا اليوم. تواجدنا اليوم هو رفض لهذه الحالات اللي بصراحه هي ما تمثل ثقافتنا ولا تمثل هويتنا، يعني تصدر من ناس يعني من نحطهم بخانه الانسانيه.
فعلا لانه بعيدين عن الانسانيه. وبالاضافه الى هذا الحادثه اللي صارت وهي مدرسه الرائد في نفس اللحظه يمكن وراها بفتره اجوا اهل الولد اللي اعتدى قبل الرشاشه اجوا اخوته قالوا له هذا ما يمثلنا اول وحده احنا ذابينه اهله يعني اهله اي ذابينه مشاكله يعني مش مستمره بالاضافه الى اكو مشاكل كثيره يعني هاي ابسطهن هاي انه اجى للمدرسه وضرب طلقات وكذا وتجاوز وعلى شيء بسيط جدا شنو المعلمه انا اعرفها وانا مشرف عليها مختصاص المعلمه موزعه شهادات معلمه لا لا تجاوز على معلمه معلمه وزعت شهادات تقديريه على الطلاب المتميزين بنت ما حصلت فاجى راجع ليش بنت ما تحصل مو متميز المعلمه قالت الاستاذ اذا احنا هالاسبوع ما حصلت ممكن الشد حيل الاسبوع الجاي تحصل ما قبل صار يعني تجاوز على المعلمه وغلط على المعلمه حاول ضربها بس صدوا له يعني الحارس الامني صدى له وبعض المعلمين وقفوا لانه مو من الرجوله انه رجل يتجاوز على امراه امراه تربويه ومعلمه يعني المهم هاي من ضمن الاخلاق بعيدا عن الدين وبعيدا عن حسن يعني المفروض يعني المفروض ولو ان فاقد الشيء لا يعطي يعني اكيد هو هذا الشخص ما عنده هاي الاخلاقيات ما عنده هاي القيم يعني هو المفروض ما يتجاوز على شخص بالشارع من عامه الناس فضلا عن تربوي وامراه يعني بعيد عن الدين بعيد عن الاخلاق بعيد عن القيم بعيد عن مبادئنا وعن الاعراف اللي تربينا عليها احنا كمجتمع شرقي عموما فاحنا اليوم تواجدنا هنا مشرفين ومعلمين وكل كوادرنا التربويه تضامنا معهم من اجل نصره معلمنا ومن اجل ان تكون هاي يعني خاطب الجهات المسؤوله انه تحط او تخلي فد حد لهكذا تصرفات غير مسؤوله لان بصراحه جاي تخلي معلمنا يفقد الروح المعنويه اللي عنده يفقد حماسه في يعني ايصال المعلومه والجانب التربوي والاخلاقي لابنائنا التلاميذ اللي هم ذولا هم مثل ما يقول هم ذولا حصيلتنا هم ذولا مستقبلنا هم رئيس مالنا احنا التربويين ككل الطالب اذا لم يوجد التلميذ لم توجد كل باقي الجوانب التربويه كاد المعلم ان يكون رسول كاد المعلم لا هو احنا موجود اكو قانون حمايه المعلم نريد الفعل يعني مجرد صار حبر على ورق بس هاي قوانين هو هذا القانون اللي قبل يعني قبل سنه او اكثر هو انصدر المفروض يتفعل هذا على مود المعلم يقدر يدافع عن نفسه يقدر يحكي يعني المعلم نقولها بصراحه مع احتراماتي يعني القوانين ما تحمي وما يقدر يسوي اي شيء لا يقدر يحكي ويا طالب لا يقدر يكمل الواجب بس بنفس الوقت اللي هاي الحادثه اللي صارت بين تفاعل الناس وبصراحه نشكر جهود المديريه العامه مديريه الرصافه الثالثه اللي وقفت يعني وقفه من المدير العام الى بس نريد قانون يفعل هذا الشيء ويحمي المعلم في ظل هذه الظروف اللي جات عرضوها شلون ممكن انه تتوفر لكم اجواء خاصه للتدريس شلون توفرون اجواء خاصه للطالب خصوصا انه الطالب اذا شاف الاهل هيك وشاف هاي الاعتداءات المستمره على المعلم اعتقد انه مع احترامه لكم راح هو احترامه بعين الطالب تمام بدنا احنا نريد نوصل رساله للجهات الامنيه والجهات المختصه بانه ظاهره التطاول على الصروح التربويه وعلى المدارس هي ظاهره نذير شؤم في المجتمع وظاهره خطيره وهذه الظاهره ما لم تعالج وبالعلاجات الناجعه وتلقى الردع قد لا قدر الله تتفاقم هي الحاله حالات فرديه حقيقه وحالات شاذه يعني تعد على اصابع اليد تعد على اصابع اليد اليوم جات عرضونا من الجنوب للشمال نعم بالمقابل احنا دائما نلمس الاحترام والتقدير من اولياء الامور ولكن هذه النقاط السوداء اللي يشلكها البعض تعكر الجو العام التربوي وتعكر الجو العام بالنسبة لمدارسنا ولملاكاتنا التربوية فهذه الظاهرة ما لم تعالج وتلقى الردع قد تتفاقم نقول لا قدر الله قد تتفاقم ما يؤدي سلبا على الأداء التربوي لمدارسنا وملاكاتنا التربوية فهي رسالة للجهات المعنية بأنه يجب أن يكون ردع لهكذا حالات شاذة حالات مرضية في المجتمع من شأنها أن تضر بالمؤسسة التربوية سياسة الوزارة واضحة سياسة مديرياتنا واضحة بأنه أي شخص بصفة ولي أمر قد يشعر بأنه متعرض للغبن هو أو ابنه أبوابنا مفتوحة لتلقي الشكاوى
وننظر إلى الشكوى بمنتهى الموضوعية والدقة، ولا نستنكف من الاعتذار لأي شخص هو صاحب حق ونعيد له الحق، ولكن أن يقوم الشخص معتقدا بأنه هو يعني على حق بهذه الإجراءات، عفوا يعني الغير حضارية باستخدام سلاح، فهذا يعني مرفوض جملة وتفصيلا. وكلنا احنا كملكات تربوية نعتبر نفسنا خصوم لهذا الشخص، كلنا مع المعلم وكلنا داعمين للمعلم، والأصل هو المعلم والكل، احنا كلنا كمشرفين وكملاكات ساندين وخلف المعلم. من التوفيق لكل ملاكاتنا التربوية والنجاح ان شاء الله. شكرا جزيلا الكرام. طبعا احنا يعز علينا انه نشوف المدرس او المعلم العراقي بهذه الصوره، بهذه الطريقه يتعاملون معه اولياء الامور. هو اليوم المدرس تواجد بالمدرسه والمعلم توجد بالمدرسه من اجل خدمه الابناء وخدمه المواطنين، فبالتالي انه المعلمين اللي يربون اجيال يعني يعز علينا انه نشوفهم بهي الصوره. شلونك صديقي حبيبي استاذ علي؟ شلونك؟ الله يسلمك. يعني والله العظيم ما اعرف شنو موقفكم، وانتم خصوصا انه اليوم المعلم والمدرس لا قانون يحمي، يعني تحس انه مع عذرا لهذه المفردات تحس ماكو احترام يعني للمعلم. اصبح المعلم ضعيف. ضعيف هو، لان تفعيل قانون المعلم لسنوات قر في مجلس النواب وقر في مجلس الوزراء، لكن عدم تطبيق هذا القانون، قانون تفعيل قانون حماية المعلم، فقرته من الاعتداءات المتكررة على الكوادر التدريسية من معلمين، وآخر اعتداء الذي حصل في مدرسة الرائد. أنت اليوم أحد الكوادر التدريسية، وجمعنا حديث قبل شوية قلت أنه طالب هددنا ببرقة. أي والله صح. يعني إذا وصلنا لهاي المرحلة فعلى الأجيال القادمة المقبلة السلام. يعني أحد التلاميذ لقيت بالسيارة احذر انك سوف تموت في 2027. هي هاي يعني زياده طار 5 سنوات. لا تهديد. اطفال احنا طفل. طفل يعني طفل يعرف يشوف هاي الاساليب وجاي يتعامل ويا بيها ويا الاستاذ مالته. اي هاي يشوف المجتمع انه ما انطى دور للمعلم. اي يعني وصلت رساله انه للاطفال وللابناء انه اكثر التهديدات انه قام منه الطالب ما يهاب المعلم. ليش؟ يعني حد الاولياء الامور هم اللي ضعفوا المعلم. الاهالي ضعفوا، نطالب العشائر، رئاسه الوزراء انه يتم يطبقون منتديات، مؤتمرات على تثقيفيه على هذه الامور هاي مال الاعتداءات المتكرره على المعلم. زين برايك اذا ماكو اي موقف بالمرحله المقبله من الجهات المعنيه، شنو ممكن دوركم يكون؟ احنا نستمر بهذه الوقفات الاحتجاجيه ونطالب نقابه المعلمين ان تقف. نقابة المعلم هي موقفها لازم هي تكون هي السند الرئيسي للمعلم. شكرا جزيلا. شكرا لك. حقيقة يعني ما يتعرض للمعلم والمدرس يجب على الجميع أن يتكاتف من أجل حد هذه الظاهرة، لا سيما نقابة المعلمين، وزارة التعليم، الجهات الحكومية المعنية، لأن بالتالي المدرس اليوم والمدرسين والمعلمين هم شريحة مهمة بهذا المجتمع، فنتمنى أنه تم يعني حمايتهم والحد من هذه الظاهرة. أستاذ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربي يحفظكم. ألف هلا بكم. يعني إذا أولادنا أو أطفالنا الصغار بدأوا يتمادون على الكوادر التدريسية فعلى مستقبلهم السلام. هو أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا النقطة هي للأسف هذا من أمن العقاب أساء الأدب. إحنا المفروض أولا نناشد عشائرنا الكريمة. اي شخص يعتدي على مدرسه، على معلم، على مدرس، المفروض العشيره تسوي سند خاص هذا يتبرون من عنده، حتى شنو ذاك الوقت السلطات الامنيه تاخذ اجراءاتها. عفوا ولا وقاطعك، يعني اليوم هو حتى التابع لاحدى العشائر، لعشائرنا العزيزه، اليوم اذا اساء لازم القانون ياخذ دوره، مو اللي يتبرون من العشيره. لا جاي يتوسطون عشائرنا وجاي يرحون للمجنى عليه المدرس او المعلم،
تنازل عن الدعوه وراح يتنازل لان القانون ما له دور ضغوط عشائريه اي القانون ما له فاحنا شو نريد هسه اليوم بوقفتنا نريد القانون ينفذ القانون هسه مو شرط قانون حمايه المعلم وانما هو القانون الموجود عند الدوله اللي يمشون عليه اي اعتداء على اي موظف في دائره من دوائر الدوله يعاقب بالحبس 2 إلى 3 سنوات ليش ما ينفذ هذا القانون نعم هي الدقه العشائريه صارت 4 فاليوم من مدرس او معلم يدق مدرسه عشان يحاسب القانون هذا افترض هم 4 هو المفروض المفروض لكن انا ليش هسه اناشد عشارنا احنا عشارنا منه وبينه احنا منهم طالعين نعم. المفروض هم يتخذون قرار ويسوون مثل السنينة ويصدرون بأوامرهم بأنه أي واحد يعتدي على المدرسة إحنا كعشيرة ما لنا شغل به وخلاص خلي القانون يأخذ مجراه لعد على حد شكل المدارس الرادية الشيخ عشيرة يقودها للأسف يعني هذا الواقع المر اللي يعني إحنا أسب مدارسنا يعني ما يفوت أسبوع إذا مو تسمع بكل محافظاتنا اكو حاله احتداء صارت على معلم او معلمه او اداره مدرسه وهذا الشيء اللي جاي يعني مستمر ما له نهايه ليش لانه ماكو عقوبه يقول لك انا اكو عشيره راح تطيع عمك حب خالك ما اعرف شنو تنازل عنه وراحوا للقضاء وانتهت الشغل يعني ما تعتقد مرات الخلل بيكم ككوادر تدريسيه لا احنا الخلل ماكو لانه هو معلم هو اخذ شهاده معلم وجاي يعلم مثلا جامل طالب على حساب طالب مثل ما جاي يصير بالدوله لا هذه فروق فرديه قليله مو هواي هذه احنا عندنا بالمدارس يا ريت لو تروحون تشوفون المدارس شلون جاي يدرس يعني احنا هسه واحد اذا عنده 2 أولاد ما يتحملهم كيف ما هو يدير له الوقت الحالي ترى استاذ الصف 50 و60 و80 طالب بي تدري ولا لا فانت هذا المعلم هو بشر انت هسه من قلت لك 4 تلاميذ عندك او 4 أولاد انت ما تقدر تديرهم بصوره صحيحه هذا المعلم انا اخذ له التحيه من هذا المكان يراد له دعم يراد له اسناد يراد له الدوله العشائر كل المثقفين الواعين المفروض هسه يسندوه حتى نعيد هيبه مدارسنا وهيبه معلمنا حتى نرجع مثل قبل ليش ما نرجع احنا؟ ليش ما هذا السؤال ليش ما نرجع؟ اي ما نرجع لانه للاسف مصدر القرار عندنا هو اللي متمائل بهذا الشيء، المعلم ما له حق لا عنده هسه لحد الان انا ما اقول لك على المعلم انا هسه شيء قدامك راح اطلع تقاعد انا ما املك قطعه ارض بالعراق، ما املك لي نص قطعه يا اخي، فهذا هو هنا الواقع، المعلم هملوه، الدوله هملته، فلذلك تشوف انت هذا الحلال اللي جاي يصير وهذه الاعتداءات كلها بسبب اهمال الدوله، اهمال حكومه. تقصير حكومه انا اقول لك، الدرجه الاولى تقصير حكومي، لان لازم اكو تخطيط، انت كدوله كحكومه انا من اريد ابدي لازم اخطط وين اوصل بالتعليم اسوي لي خطه 50 20 مال 25 سنه هاي السنه هالشكل الى ان اتجاوز هاي الخطوات واوصل وين اريد احنا هذا الشيء للاسف ما عندنا جاي نشخط يوم لو في مال لا ربي يحفظكم ان شاء الله مشاهدينا الكرام اليوم اذا اردنا نعرج ونحكي على هذا الموضوع فراح نشوف ايضا لا الجهات الحكوميه جاي تحاسب ولا الجهات العشائريه وبالتالي فوضى يعني ما بعثها فوضى من مشاكل جاي يعيشوها الكوادر التدريسية شلون استاذ؟ حبيبي الله يحفظك الله يخليك يعني احنا اليوم اذا نقول اولياء امر الطلبه اذا ودوا طلابهم المدارس الاهليه ما حد يلومهم لان جاي يشوفون الحكوميه 60 طالب 70 طالب ناس تجي ترمي على المدرسه وتطلع وبعد من حقه يريد يوديها اهليه اهليه اذا عنده فلوس خليه يوديها اهليه اذا عنده امكانيه ويريد يروح اهليه خليه يروح اهليه لكن احنا موضوعنا مو موضوعنا الاهليه والحكوميه موضوعنا حمايه المعلم وحمايه التلميذ احنا نريد نحمي التلميذ ونريد نحمي المعلم هذا السؤال سالته حتى اقول انه اليوم يعني المدارس والكوادر التدريسيه ما مقدره بوجهه نظر الحكومه يعني بالدليل ما مفردكم لا حمايه لا انفع لقانونكم ولا حاميتكم اصلا اي احنا نريد يفعلون قانون حمايه المعلم ويكون المعلم يعني اقل ما به اذا ما انحمى من الحكومه احنا قبل الحكومه عندنا اخلاقيات وعندنا ادبيات عندنا شرعيات اول الامور الاخلاقيات يعني هاي الاخلاقيات احنا تربينا عليها على انه هذا معلم له قدسيه معلم اب المعلم اخ كبير ممكن يربي هو وظيفته تربيه وتعليم قبل التعليم تربيه وانا اكون كولي امر من اسلم ابني او اسلم بنتي الى هذا المعلم الى المدرسه لازم انا عندي ثقه كامله بهاي هذا الكادر مو انا ما عندي ثقه واروح اعتدي عليهم ما يصير يعني هذا او قبل الحمايه اكو اخلاقيات واكو ادبيات من صارت الاخلاقيات والادبيات توفر عندنا قانون لكن احنا هم عتبنا على الاهالي بعدين عتبنا الكبير على الحكومه اذا وفرت لي انا حمايه ممكن ما حد يعتدي
واحنا هاي شايفين سابقا كان ما حد يعتدى على المعلم، لكن كان قانون قوي سابقا. اي سابقا يعني هسه نريد نذكر ايه ما نذكر يعني الانظمه الملعونه وكذا، لكن يعني شيء كقانون كتفعيل قانون. الان اليوم احنا نريد حمايه للمعلم، حمايه للكادر التعليمي، وبالاضافه حمايه للتلميذ. احنا مو نريد احنا مسلطين عليه حتى ننتقم من عنده، لا احنا ابائه، احنا نربيه، احنا نعلمه، احنا نوصله الى مرحله. اليوم احنا نحترم اساتذتنا ونقدسهم ونجلهم. ايه اكيد. ونفس العمليه عندنا هسه اولادنا وصلوا مراحل واللي اسمهم مراكز يعني بالدوله، هذا الموظف وهذا المعلم وهذا المحامي وهذا القاضي، يعني اهم الحمد لله وصلوا. لكن احنا ذولا جزء مو الكل، هذا بعض من الجزء، جزء من الكل، العفو، هذا جزء من الكل. هو هذا اللي يريد يعني يكون هذا الجزء يعني يتربى على ناحيتين، اخلاقيات وادبيات اضافه الى ردع بالقانون. شكرا جزيلا حبيبي. اشكرك يا مشاهد الكرام، متواصلين وياكم وراح نشوف قدر الامكان نستمع لاراء المحتجين هنا. خليكم هم شجعان بس بالأقوال، الأفعال لا ماكو. احنا عبونا الاحتلال منقذ، بس منقذ عرفنا شنو معنى احتلال. بعدين هم تقدم له الأشياء وتخليه على السكة ويوصل، وهاي يصير لك عدو أو يحس بعقدة منك، شنو السبب؟ يراودني شيء، فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أدفن في العراق، لأن إذا أدفن برا هواية راح تصير حتي بأس العاقبة. عنده قصيدة عن الموت، يعني حقيقة ما أنا استثمرتها بالمسلسل مالتي. ما أعرف، ما قاري، أرد أقرأ له. أنت حاليا يعني الشاعر اللي يكتب حكمة قصيدته يعني تستمر، ما أعرف ليش، أمنيتي أعرف السبب. اللي يدبر عليه يدبر، والما يدبر يطيح بنص الطريق. ما انا ما راح الكعبه، هاي المشكله يعني ما دخلت. صراحه سيد والدي كان يبيع تريد ربع بالف ونص، ربع بالف، ب 500. رفع اسم الجلاله من العلم العراقي. لا شو ما عرفته، لا احنا غير نداهر لو راسه هيك. مشاهدينا الكرام، متواصلين وياكم. واعتداءات ما بعدها اعتداءات جاي يتعرضون لها الكوادر التدريسيه والكوادر التعليميه، سيما انه بالفتره الاخيره. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم عليكم. طبعا بالمناسبه هذا الاعتداء هو مو الاول، لكنه لانه سلط عليه الاعلام، بس لكن انا احب اقول لك انه هذا الاعتداء لا هو الاول ولا راح يكون الاخير. ليش؟ لعده اسباب. انه المعلم والمدرس على احتكاك مباشر بالمجتمع. المدرس بالمدرسه يتعرض مواجهة لأنه احتكاك مباشر بالناس، بالسوق، بالعزاء، بالحلاقة، وين ما يروح، بالسيارة، بالفواتح، على مواجهة مباشرة مع المجتمع دائما، ويتعرض للتساؤلات. أكثر شخص عنده امتحانات هو المدرس والمعلم. السبب شنو هو؟ الناس تعتدي على المدرس وتواجهه بطريقة مباشرة وما تخلي له أي اعتبار، لأنه تعرف كل زين أنه المعلم والمدرس ما له حماية. ليش؟ يعني عرفوا الحلقة المستضعفة. نعم، لذلك الحلقة المستضعفة. هناش عندنا يقول لك أنا اعتدي أو أصيح
بوس عمك بوس خالك انتهت الموضوع. ليش؟ لانه هنا أنا ما اكل قانون، هنا أنا قانون من هو؟ مع احتراماتنا للعشار، قانون العشار، ويا ريت هم العشار تحمل مدرس. ليش؟ عشيره المدرس تقول انت بوظيفتك، وهذا عشيرته تيجي تقول لك يا احنا جاي نعتذر منك، وانتهى الموضوع. هذا الحكي على العشار. نعم احتراماتنا وكل احترام للعشار. هسه نسوي تعيينات على العشار. هسه هو الاعتداء منين يجي؟ مثلا يجي مثلا مع احترامات للناس الطيبه من احد اولياء الامور؟ لا، الاعتداء ترى وصل مرحله انه الطالب قام يتمادى. ليش؟ لانه يشوف ابوه اولي امره يقول لك يا ابوي اي واقف، انا اذا صيح المدرس والمعلم ويجي ابوي يسلم عليه فخلينا صيح يوميا. هذا بيهدد ويكتب ورقه. نعم احنا هذا اللي قالوا الاخوان انا جابوه باللقاءات، قانون حمايه المعلم وقانون حمايه المدرس، هذا على قولتهم كلام اكل الدهر عليه وشرب. هسه غير اعتداء على المدرس، غير يقولون والمعلم اساس المجتمع. شفت لك مسؤول حكومي وصل لهاي المدرسة، المفروض رئيس وزراء يقطع عمله كله يجي لهاي المدرسة. هذا هو صدق رئيس وزراء، يقطع عمله ويجي يزور هاي المدرسة. هذا أساس المجتمع، البلدان تبنى بالأساس بالمدرس بالمعلم. حسب ما سمعنا بلدان العالم الامارات مثل ما جاء يضربون بها الامثال، او اليابان اهتمام الاول بالمعلم. نعم اهتمام الاول بالمعلم. المعلم هسه يخلص 40 سنه وهو قاعد بالايجار، راتبه ما يكفي، لا عنده حمايه، لا فوقه هسه هو خسران حتى الاحترام. هسه فوق هذن كلهم راحن، الاحترام ماكو. ليش هسه كنتم للمعلومه خاف ما حد يدري، اكو ناس حاليا بدأت تبحث عن فرصة عمل اخرى، يترك التدريس نعم ما يريد يحفظ كرامته، يحفظ كرامته المدرس والمعلم بلا كرام. اي نعم يريد حاليا يبحث عن فرصة عمل اخرى غير التدريس. انا متاكد هسه بداخلهم باي مكان، وحتى دائرة حديث بيناتنا يقول لك بلكي نقل للنفط، بلكي نقل للكهرباء، مدرس ينقل للكهرباء، مدرس ينقل مدري وين. الاعتداء مو بس عليكم، مو بس على الكوادر التدريسية، على الطبيه وعلى الموظفين وعلى كثير من، لكنه اكثر واخطر ناس جاي تتعرض لاعتداء هو المدرس، هو اللي خرج الطبيب وخرج المهندس وخرج غيره وخرج غيره وخرج رئيس الوزراء وخرج قاده البلد، احدهم وصل له هنا؟ ما حد وصل له، ولا هذا الاعتداء الاخير ولا راح يكون جزء يجي اصعب منه. هذا جزء رمى مثلا سهله، هذا الصلاه مساله، رمى سهله؟ اي سهله، طير لك اباجي هواي، تكسير سيارات، تكسير جام، مدرس قام ما يجيب سيارته، اذا عنده سياره هذا اذا شويه الله موفقه وعنده سياره قام ما يجيب سيارته، صفوف المدرسه يكسروها من خارج السياج، انت شايف لك مدارس بها سياجات بي ار سي؟ ليش؟ يخاف واحد يطفر عليه من السياج، من يحمي؟ والشرطي الرجال اللي واقف الباب لا حول ولا قوه، هم يتهدد عشائريا. هذه قوه. اي نعم. نعم مثلا دوريات هسه شلون احنا الشرطه اللي عندنا الدوريات مثلا وقفوه كل مدرسه وقفوا لها دوريه جيبوها هذا قوات حفظ النظام يلا يلا سيطر على التعليم عندنا. شكرا جزيلا حبيبي. نعم استاذ فضل ان هنا اذا الدقه صارت بسيطه وقابلين بها فشنو ممكن اخطب عليكم؟ السلام عليكم استاذ. اليوم خرجت جماهير التربويه مدينه الصدر ضد الاعتداء السافر على مدرسه الرائد في قطاع 73. لحد هذه اللحظه المعتدي يعني حر طليق، لا علي دعوه قضائيه ولا احد استدعى للمركز ولا حاسبه، يعني لحد هذه اللحظه المدرسه مهدده. يعني المفروض يصير اسناد من وزاره التربيه، من الحكومه، من القوات الامنيه، القوات الامنيه لا حول ولا قوه، من تحاكي يقول لك انا بس اتدخل قوام عشاريه ويسحب روحه، المدير يتدخل يقول له قوام عشاريه، زين الدوله وين؟ دوريات شرطه، عندنا قوه الجيش، المفروض هم يتدخلون. عندنا المدارس ما لها اي حمايه، حده بالباب ما يطلع خارج الباب، يعني اعتداء هو ضرب اول شيء المعلمه. اجوا تدخلوا الكادر، ضرب المعلمة، دخل الكادر قال لهم راح، اجرم عليهم، هاي اطلاقات مو اربع ارهاب. زين الدولة ليش ما تطلع القى قبض عليه؟ الدولة لا، قانون حماية المعلم لحد الان ما انفعل، غير الى حق المعلم، يعني من تصير شغلة ضده كلها تصير مجالس تحقيق ويجون من التربية ويدينونه، مثلا شغلة صالحة غير ينصرونه، انتم التربية غير تنصرونه، التربية مديرية التربية، النقابة ما لها أي دور، النقابة ما لها أي دور، أنت نقيب المعلمين المفروض تستنكر، المفروض تجي بالمدرسة. قطع تجي تلم كوادر التربويه تجي توقف باب المدرسه، هاي المعلم يا علي نصره، انت تمثل المعلمين شنو دورك؟
انت تلم كوادر التربويه، تلم النقابه، احنا نجي نسندك تجي باب المدرسه. هاي بعد الاهالي والمناطق من تشوف هيك اسناد واكو ناس طلعت بعد يصير ردع شويه، نجيب توجه العشائر، توجه الناس الكوادر، بس ماكو هاي لحد هذه اللحظه يعني لا يحاسب. شكرا جزيلا. انا استاذ يعني في ظل هاي الامور نعم اللي تعرضوها، اريد اسال دور مراكز الشرطه، دور الدوريات، قوات الامن طبعا، او دور القانون، على اعتبار انه شنو فائده القوانين اذا ما تخدم الناس؟ طبعا الاساتذه كفوا ووفوا، بس انا احب اوضح فد شغله مهمه. القانون بدين تصدر شبه معدوم بس بالمدينه، شبه انا احكي لك على المدينه، احكي لك على المدينه، انا احكي لك على المدينه، قانون بالمدينه شبه معدوم. لذلك كمدرس في وزارة التربية، في مديرية التربية الرصافة الثالثة، نيابة عن نفسي أوجه نداء إلى شيوخ العشائر، شيوخ العشائر في مدينة الصدر حصرا، أن يسنون فقرة خاصة في التعليم والتربية ويعممونها على أفراد عشائرهم. أكو مجالس خاصة للعشائر وللشيوخ، هاي الفقرة تمنع أفراد العشيرة من التدخل سلبيا في العملية التربوية أو الهد على المدرسة أو التعدي على الكوادر التدريسية. يعني الظاهر المجتمع العشائري إلى قوة وإلى سلطة أحسن وأقوى وأفضل من الدولة، فلذلك طالب نلجأ للعشائر. وين دور الدولة والعشائر؟ العشائر لأن هسه أي اعتداء يصير على الكادر التدريسي نشوف الدور الحكومي يعني معدوم. إذا صارت دعوة تروح العشائر تسقطها، عندك علم هاي المدرسة اللي انضربت يعني من خوفه ما قامت دعوة، لأن إذا تقوم من خوفه تخاف من العشائر، تقيم دعوة على اللي ضربها راح يقامونها عشائريين يهددونها بالمستقبل ما يخلوها تداوم. زين أنا مع الأسف عليه، يعني رجل يضرب له أمره، يعني رجل انت رجل تضرب لك امرأة ومعلمة وتربي بنتك، وتعلمها وتجي من الصبح للظهر تنطي دورها بصورة صحيحة، تجي انت على فد شيء بسيط يعني تعتدي على معلمة اثناء العمل، يعني عيب من المعيب. لذلك نوجه ندان الى شيوخ العشائر بسن فقرة خاصة يعممونها على شيوخ العشائر وعلى العشائر وافرادهم بعدم التدخل سلبيا وعدم دق المدرسه. يعني هسه اذا شيء يصير يدق المدرسه، دق عشائريه يكتب لك هاي المدرسه عشائريا مطلوبه عشائريا، وابسط منها ماكو عده. لذلك الفرد يعني بين قوسين الجاهل، لان المتعلم ما يسوي هيك، الفرد الجاهل ما يرد على قانون ولا دوله ولا مدير تربيه ولا وزير تربيه، ما حد ما يردع فقط رئيس عشيرته. لذلك من خلال قناتكم نطالب بسن هذه الفقرة. شكرا جزيلا. أنا خلي أبدو ياك بسالفة ذكرتها. إحدى الباحثات جت للعراق، يقول من جيت للعراق شفت النظام مالتهم، لقيت إنه أبو المعدلات العالية يروح طبي، يروح وين؟ للطب. أبو المعدل الأقل من يمن يروح وين؟ قانون. وأبو القانون يحمي من؟ يحمل أبو الطب. صح. اللي أقل من القانون معدلاتهم يروحون إدارة. صح. وأبو الإدارة هو اللي يقود المشروع. يقود القانون ويقود الأطباء. يعني هو اللي يسن الأمور المالية لهم. واللي ما متعين، اللي ما دارس، تقول شفته يحمل دور الناس، راح للجيش. صح. واضح. يعني من إنه بيوفر الحماية؟ اللي ما دارس. اللي ما دارس، اللي الغير متعلم. واللي يقود هم العشائر. بتقول وجدت العمليه عكسيه، اي متقارب. هسه احنا حتى بالعمليه التربويه اللي جاي يشوف هسه، يعني من المعيب والمؤسف هسه المعلم او المدرس يجي يوقف هاي الوقفه اللي هو كان المعلم بالسابق، احنا ماضينا يعني احسن من حاضرنا، ماضينا كان لما الطالب يشوف المدرس يقتل يطفر من الشارع. الان احنا نجي نوقف هسه، احنا نطالب انه نضمن شو اسمه حمايه عنه، اللي بعد ما كنا احنا شفنا الطالب يطفر، هسه احنا نريد حمايه احنا انفسنا بالمدارس. هذا الشيء سببه شنو؟ هو قرارات الوزاره اللي هي دائما من مصلحه الطالب ومن مصلحه المعلم. جاي نشوف مره طالبه تعرضت الى تنمر مو اعتداء، تنمر تعرضت الوزاره الداخليه كلها ببيت هذه الطالبه، بينما هسه تتعرض مدرسه الى رمي وتتعرض الى اعتداء وغيرها وغيرها.
لا شفنا وزير اجى للمدرسه، لا شفنا نقابه حضرت، يعني نقابه افراد مع جزء نقابه فرع الرصافه وجزء حضرت، بس كهيكليه نقابه ما شفناها. زين ليش هذا الاهمال للمعلم والمدرس؟ ليش هذا التهاون؟ وسببها احنا نرجع ونقول سببها الوزاره بقراراته هذا من العمليه التربويه. جاي نشوف هسه احنا بالماده استاذ علي جاي يشوف يعني احنا ماده الاجتماعيات جاي ندرس من بدايه السنه لاخر السنه ونقنع بالطلاب انه هذه الماده ما محذوفه، لان هو تاريخنا احنا بلد الحضارات، تجد تحذف ماده الاجتماعيات توصل للامتحان يقول لك غير ما داخل. زين حذفت، زين هسه تدخل القاعه الطالب يقول لك هي الماده مادتك محذوفه، يعني بصور اي والله العظيم والله ويدري استاذ علي. يعني ما يعني الطالب حتى صار انه بهذه القرارات صار انه ما يهاب المدرس او المعلم. لان جاي شو امش بالنظر لو تعيدون اساليبكم القديمه صوند وعود ما تقدر، احنا هيك ما مسيطرين يعني والله العظيم على وزاره التربيه. يعني انت مصلحه الطالب يعني انت على ضوء تغريده او ضوء ترند تحذف ماده وتقلص ماده، ليش تقلصها؟ يعني ليش شنو السبب؟ اليوم بالفيسبوك توقعت احسنت. يعني انا واحد من الناس ذاك يوم سيارتي تعرضت للضرب، يعني طالب طلعت حتى بالكاميرا طلعت بالكاميرات شلون ضرب السياره هاي بعده هذا طالب ما قدرت اتخذ اي اجراء وياه، وهذا التصوير موجود. هذا شوف التصوير شلون يجي الطالب ويجي يضربها. هذا بيمن ضرب كوس لا تفرى هاي موجوده حتى اي والله العظيم. شنو رجلك؟ يعني لقيت الطالب قلت له يا بابا ليش هيك تسوي؟ ومو من مدرستنا بالدوام الثاني، ما قدرت اتخذ اي اجراء لان اعرف انه ما راح واحد يسندني ولا واحد راح يوقف وياي، كله راح يصير لمصلحه الطالب، انه انا لما انا احكي راح اطلع انا انه نفسيه الطالب انا لعبت فيها وشويه ضوجته ودمرته بعد ما لواس الدراسه، بس اتخذ اي اجراء، خليته سكتت وتحملتها. بسبيل انه ما تتطور الاحداث وتخرج عن نطاق التدريس واحنا نطلع انه يصير سبع على المدرس. عين استاذ. استاذ رحيم مزيد. نعم استاذ. طبعا نرفض الاعتداء اليوم. السلام عليكم وعليكم السلام. تحيه لك والكادر. حقيقه. هاي رسالتك؟ نعم. هذه الوقفه الاحتجاجيه هو بسبب الاعتداء على الكوادر التربويه. ليس في مدينه الصدر، حقيقه اللي صار يعني التربية الرصافة الثالثة من الصدر، لكن هذا الاعتداء سبق اعتداء في محافظة الناصرية وفي محافظة بابل، وتكررت هذه الاعتداءات بسبب عدم وجود الردع وعدم وجود القانون الصارم ضد هذه التجاوزات. يعني احنا من بعد ماكو مجاملة حقيقة، يعني انا من خلال هذا المنبر الشريف انه ما كافي عبارات الشجب وعبارات الاستنكار، هاي ما تجدي نفع ما تجدي نفع. يعني احنا مثل ما اكو حرم للجامعة اكو حرم للمدرسة، يعني ولي امر يتجاوز على معلمه، واحنا منطقه شعبيه خلينا نقول منطقه عشائريه عرف عشائري قاعد نعيش. زين الشيء الاخر يعني دخل المدرسه بالرعب، دخل التلاميذ بالرعب، الى متى يا شيخ تبقى المدرسه يعني حائط نصيص ويجي اي ولي امر يتجاوز؟ احنا من باب احنا قاعد نعالج حالات التنمر عند الاطفال، واذا هي التنمر هو موجود عند ولي الامر يعني العائله والاعتداء يعني الى متى هذا الشيء؟ الشيء الثاني يجب تطبيق قانون حمايه المعلم، لانه انا يعني من خلال المر يجب ان مثل ما فعلوا الدقه العشاريه ضمن اربع ارهاب، والله يجب ان تكون الاعتداء على المدرسه دقه مدرسيه نعم، لان المدرسه هو الاساس المجتمع المدرسه. يعني احنا الان متحدثون انت وكل الاخوه المجتمعين، لولا المدرسه اللي هي المنشا اللي انشانا في بدايه اعمارنا، مو خلينا نقول المنشا الاساس، يعني ما كنا وصلنا لهالمرحله هاي، فكيف يجب لها حرمه؟ يجب يعني يحترم الكادر التدريسي. يعني هذا المعلم اللي جاي من طبعا مو كل من نادي الصدر العلم، يعني الكوادر التربويه مو من نادي الصدر حصرا، اكو من مناطق بعيده ويجي يحضر الى المدرسه وبالتالي يلقى هذا الاعتداء عليه. شلون اللي يقدم يعني جهد يعني قدام تلاميذ؟ وشنو موقفه باكر قدام تلاميذه؟ من يوقف قدام تلاميذ ويحكي شخصيته يعني حشاكم واحترام تنهار امام هذه التصرفات. فاحنا نطالب باتخاذ اجراء صارم، وكذلك يجب ان تكون لوزاره التربيه، لان احنا موظفين قبل الاعتداء على موظف اكو قانون، يعني انا مو بشارع معتد عليه داخل حرم مدرسي، فيجب ان وزاره التربيه لها دور وكذلك نقابه المعلمين لها دور يعني الكف عن هذه التصرفات،
وانا ازيدك علم انه هي ليست الاولى ولا تكون الاخيره، ربما ان شاء الله الاخيره بفعل القانون الصارم اللي يقف هذه التجاوزات ويمنع من انتشارها مستقبلا. واحنا قدام لتلاميذنا، وهذا الامر حقيقه ما يعيقنا ان نبقى نقدم جهدنا وتلاميذنا اعزائي يكون علينا. يعني حتى الصور اللي ولي الامر اللي اعتدى على المدرسه بسبب فعل يعني بنته مثل ما نقول، البنت رجعت تداوم لانه ما تعاقب الطفل او بجريمه ابيه، حتى ما تقدر تعاقب ما لان هذا الطفل هذا اعتبره ابني مثل ما هو ابنه والامر تعرص منه. فان شاء الله احنا اللي نتامل ان نتامل خير، واحنا نبقى نبذل جهدنا من اجل المستقبل. ودول امانه حقيقه الطلبه التلاميذ الاعزاء في مدينه صدر وفي غيرها، وهي امانتنا الانسانيه ان شاء الله. وشكرا جزيلا لحضرتك. احنا بالعاده كنا يعني نشوف باب كل مدرسه جمله، العلم نور والجهل ظلام. نعم، احنا دام نشوف الجهل اكثر من العلم. حقيقه من اسباب الوصول المدرسه او المعلم الى هكذا حالات هي دلاله خطيره على ان المعلم اصبح للاسف الحلقه الاضعف في المجتمع. متى كان المعلم يتعرف إلى, إلى, إلى هكذا حالات؟ لكل من هب ودب، المعلم كان صاحب رسالة سامية راقية. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إنما بعثت معلما. دلالة على قيمة وأهمية المعلم. إذن يجب على المجتمع أن يعي قيمة هذه الرسالة ويعي قيمة المعلم كونه الباني الحقيقي للأوطان. الاعتداء على المعلم ليس على شخص المعلم كفرد، وإنما الاعتداء على وطن، وخاصة أنه تحت العلم العراقي. اليوم للأسف نجد هناك ثبات عميق من قبل المعنيين بالشأن التربوي. أولا ماكو إجراء رادع وحقيقي من أجل حماية المعلم. إذن نطالب من خلال هذه الوقفة التضامنية والاحتجاجية أولا بتفعيل قانون حماية المعلم، أن يكون هناك ممثل حقيقي للمعلم من أجل الدفاع عن حقوق المعلم ومنع تكرار الاعتداءات على المعلمين. حقيقة هي لها أثر سلبي في المجتمع. الأوطان جميعا هي تتطور وترتقي وتسمو بكوادر التعليمية. اليوم نجد أن المعلم ما بين المطرقة والسندان، ما بين مجتمع لا يعي حقيقة قيمة المعلم وبين الهرم التربوي الذي يرى المعلم بعين الإهمال ولا مبالاة. إلى متى يبقى التعليم؟ الله يحفظك، الله يخليك. يعني الخميس أكو اصطفاف، أكو علم، أكو نشيد وطني، وأكو روح وطنية. هاي اليوم من الطالب ومارس هاي الطقوس وجاي يشوف حب الوطن والأخلاق، معقولة عائلته ولي أمره ما عنده هذا النفس، ما عنده هذا الحرص، ما عنده حب الوطن، ما عنده يعني أخلاق مثل خلينا نقول بين قوسين، يعني يوم المدرس أو عفوا ولي أمر الطالب من يجي ويدق المدرسة ويهدد، والطالب يهدد ويدق ورقة. هاي أساليب مو مال الطلاب، هم العصابات. للأسف هنالك بعض الأشخاص يحاولون هدم ما يبنيه المعلم. المعلم يثابر ويضحي، يعلم التلاميذ حب الوطن، بناء هذا الوطن، يعلمهم التفاني في الوطن. لكن هنالك أشخاص طبعا هم شواذ وليسوا كثر، لكن هذه الاعتداءات بدأت تتكرر في عدة أماكن. يعني قبل أيام كانت محافظة الناصرية حدث اعتداء على أحد الكوادر التربوية، والآن قبل أيام في مدينة الصدر. بوقفتنا هذا احنا نجب ونستنكر الاعتداء اللي حصل على أحد المدارس، ونطالب من الحكومة بتفعيل قانون حماية المعلم. الآن المعلم حقيقة مهدد، على المؤسسات الدينية أن تقف وقفة ساندة للمعلم، لأنه المعلم هو الشخص الذي يهيئ الجيل الذي يبني البلد. وإحنا الآن ما شاء الله شوف يعني التعليم يعاني من نقص بالملاكات التعليمية، نقص بالإمكانات المادية، حتى من ناحية
المناهج والقرارات اللي تتخذها الوزارة هي تكون مؤثرة سلبا حاليا بدور المعلم. نطالب بتقنين الإجراءات اللي تتخذها الوزارة بالنسبة للامتحانات، بالنسبة للمناهج. يعني تعرف أنت المنهج نبدأ به من بداية السنة إلى مثلا قبل أيام انطونا مثلا حذف مادة الاجتماعيات. المفروض يعني الوزارة تأخذ مادة مهمة وأساسية، المفروض هذه القرارات تكون مدروسة حتى ما تأثر لا على الطالب ولا على المعلم. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، يعني اليوم شفتوا المعلم معاناة ما بعدها معاناة، وحاير وين يوجه خطابه وين يوجه نداء، سيما أنه بعد المناشدات اللي سمعناها حاليا بالبرنامج بعض طالب المؤسسات الدينية والمراجع الدينية وعشائرنا الكريمة والبعض أيضا طالب الجهات الحكومية ونقابة المعلمين. فاليوم المعلم واصل مرحلة ما يعرف شلون يحمي نفسه، وبالتالي هذا الموضوع يتحملوه أولياء أمر الطلبة على اعتبار هم يعني من يتجاوزون ويتطاولون على الكوادر التدريسية. متواصلين ياكم، خليك معنا. طبعا محمد اليوم انت حديث الشارع. اكيد اهلا وسهلا بك. اغلب الزملاءات اللي موجودين هنا، نعم، مدرسين معلمين، نعم، اليوم هاي الوقفه احتجاجيه. احتجاجيه، نعم، على اثر ما تعرضت اليه. السلام عليكم سيد صيام مقبول ان شاء الله. يعني سيد انا صايم شهر رمضان ان شاء الله، احد اولياء الامور، وجاء عند شغلتي بحاله عصبيه، اردنا نحتوي بكل صوره، لملم الامور، فظل انه عصبي، تجاوز على المعلمه، تجاوز على المعلمه، زين بعدين تجاوز على الحارس الامني، على الحارس الامني بعدين جاب سلاحه وجه، ما اخذ راحته يعني شو تسوي للساده علي؟ فبالتالي ان شاء الله مولانا عندنا انه جاب السلاح الابواب الخاصه حول الخمس، سدت الابواب الداخليه والخارجية. انا عندي سنتين خمس متراكم لأن تعرف ما مسددهم، تلامذ كلها جيت مصالح، أنا أحد المشايخ الأجلاء إن شاء الله جل. زين، واللي عنده وكالة المرجعية فكان مصادق لا يعني، فبالتالي لم يمن الأمور. السلام عليكم، احنا بالحشد سيدنا، احنا بالحشد بموصل ان شاء الله 14 يوم احنا بخدمه موصل. طبعا السلام عليكم سيد انا خامس، هو عندي تقيؤ شديد، الدكتوره منعتني من الصوم، زين انا انسب بس اصوم بس اقضي بعدين عصبيا، دفع زايد، يعني تصرف سريع نقدر نقول سال علي رمضان. فبالتالي قلت لك بعد ما صارت الامور ومشيناها وجو اخوانه والامور كلش انتهى، بعدين رجع عليه تقريبا الساعه 2:15 انه بسلاحه وكذا وهاي ما رمى صاحي منه، بس من هناك رمي اي يعني اطلاق صارت ناريه اكو اطلاق نار. السلام عليكم سيدي، فهو اجى المدرسه بسلاحه قال لي بهالعباره انت حصتي او اكثر بهالعباره والله انه بهذا القطاع تجي دوريه عسكريه توصل من البيت من المدرسه للبيت، وانت ابن الدار، وانا ابن الدار، هو ابن ابننا، هو يعني ابن عشائرنا، ابن جلدتنا، ابن مدينتنا، كنا انا نتعاون صحيح. اللي يريد انا حاضر، اللي انا اريده يعني نوصل الى طريقه ترضي الطرفين، طريقه سهله، طريقه سلسه، ما معقول توصل الامور. انا الصراحه هذا الشيء صار استاذ علي ما يخص مساني كمدرسة، هذا يخص على مستوى العراق، الأساتذة على مستوى العراق، على مستوى العراق. وين تعرف قبل أيام صارت حادث الناصرية، قبلها في إحدى المحافظات تتكرر، فلازم إنه نطالب الجهات الأمنية بتفعيل حماية قانون المعلم، لأن ما معقول لك المعلم يلزم سلاح لو يلزم قلم. إي والله صح، مو صحيح أستاذ علي، إحنا دورنا دور إنساني، دورنا ثقافة، محبة، خلق،
مودة طيبة. فهل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هيك شلون نتعامل كوادر تدريسية؟ فبالتالي نطالب الجهات الأمنية حمايتنا، تفعيل جانب حماية المعلم، وإن شاء الله إحنا نتأمل لكم خير إنه توصلوا رسالتنا. واجبنا هذا، واجبنا مساندتكم وحمايتكم. فدول قلبك، فدول قلبك، الله يخليك سعد علي، توصل الجهات المعنية وما عدنا شيء إن شاء الله. احنا بالخدمه. شكرا دون صار علي حبيبي، الله يخليك. نعم مشاهدينا الكرام، لهذا القدر انا اكتفي يعني بهذا القدر، ومثل ما قال الاستاذ محمد يعني هو اليوم المعلم او المدرس شايل القلم، فانتم يعني يا جهاتنا المعنيه يا جهاتنا الحكوميه يا جهاتنا الامنيه يعني اكيد ما تردون المعلم يشيل القلم ويشيل بندقيه، بالتالي هذا واجبكم انه توفرون الحماية والأمن لأساتذتنا المعلمين والمدرسين. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل برنامج جامع الناس، إلى اللقاء.